10 أطنان من المساعدات الإنسانية أرسلت صباح اليوم عبر طائرة عسكرية تابعة للقوة الجوية الكويتية بوزارة الدفاع ضمن الجسر الجوي للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. بتوجيهات سامية عليا تقوم وزارة الدفاع مع وزارة الخارجية بالاشتراك مع وزارة الصحة ممثلة في القوة الجوية بعمل جسر جوي إلى أخواننا في غزة، وهذه الرحلة الثانية وتحمل 10 طن، وإن شاء الله مستمرة الرحلات والجسر الجوي مستمر بإذن الله. هذه المساعدات تتضمن مواد غذائية وإغاثية بالتعاون بين جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية. احنا مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وجمعية السلام نفذنا 4 إغاثات في داخل غزة خلال الأيام الماضية، وجبات غذائية وسلات، وبعد ما جاءنا الأمر السامي من سمو الأمير بتجهيز طائرات الشحن العسكرية لإرسالها إلى أخواننا في غزة عن طريق العريش، وبالتعاون مع الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني، فضل الله تعالى تم الترتيب والتنسيق مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ووزارة الخارجية بالإضافة إلى الهلال الأحمر الفلسطيني والهلال الأحمر المصري بتوزيع هذه المساعدات وتجهيزها، وجهزناها بناء على طلبهم. أمس يمكن إخواننا الهلال الأحمر والكويتية الإغاثية ودوا إسعافات ومواد طبية، حين طلبوا مواد غذائية ونوعية بالإضافة إلى بطانيات، فهذه الشحنة تحتوي على بطانيات وشراشف وملابس للأطفال بالإضافة إلى مواد غذائية. نشكر القيادة السياسية ونشكر حكومة دولة الكويت ووزارة الدفاع بالإضافة إلى وزارة الخارجية بالإضافة إلى وزارة الشؤون، ثم شكر خاص إلى الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بالتعاون مع جمعية السلام الإنسانية. أمانة جهد كان على مدار أيام كان بتخصيص هذه الطائرة، هي عبارة عن بناء على طلب أهالي غزة أو طلب الهلال الأحمر الفلسطيني، تم تخصيص مواد غذائية بالإضافة إلى بطانيات بالإضافة إلى مفارش. ويأتي إنشاء الجسر الجوي الكويتي انطلاقا من موقف دولة الكويت المبدئي والثابت تجاه القضية الفلسطينية ونصرة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. نواف شراكي، تلفزيون دولة الكويت.